طيب خلينا نروح دلوقتي لموضوع تاني ونتكلم فيه شوية، وهو عن السوشيال ميديا وكم التجاوز اللي بنشوفه عليها. طبعا يا سلمى البعض في يعني الناس بتتجاوز حق غيرهم وبتتتبع حياتهم بشكل مستفز جدا، وكمان إلصاق التهم بيهم والتجاوز في حقهم بالشتايم وغيرها من الأساليب اللي مش لطيفة أبدا. الحقيقة عندك حق ياسمين، بنشوف ناس كتير بتستخدم السوشيال ميديا بشكل غلط جدا وبتسبب أذى لغيرهم، زي ما حصل مع الفنانة ياسمين صبري وغيرها كتير جدا من الفنانين. لكن الفنانة ياسمين صبري ما سكتتش عن حقها وتقدمت ببلاغ على طول ضد هذا الشخص اللي تجاوز عليها وتجاوز في حقها واخدت ضده حكم قضائي. فيعني خلينا نقول ان انا بصراحه ما ببقاش قادره افهم كم طاقه الغضب اللي بتبقى عند ناس بالزبط. تجاه ناس ما تعرفهاش، ممكن لمجرد انها ناجحه او انها موجوده. بشوف كتير واحنا كلنا بنشوف على السوشيال ميديا، هي طبعاً بوابه مفتوحه لينا كلنا، يعني كميه تجاوزات في حقوق بعض الاشخاص خاصه لو اشخاص مشهوره غير مبرره بالمره. بس انا بحس ان الشخص دايما اللي بيعمل كده بيبقى شخص مش سوي نفسيا، وهو لا يملك غير انه يكومنت من ورا شاشه، ما يقدرش يعمل كده في الحياه الطبيعيه. هو ده بقى، وشفنا فنانين كتير حصل معاهم كده. يعني عندك مثلا الفنان شريف منير لما تجاوز حد برضو على بناته واتكلم عليهم بطريقه مش كويسه، هو فعلا قدم برضو بلاغ. وفنانه رانيا يوسف نفس الكلام، كل يوم بتعمل بلاغ في حد. فاحنا ما شفتش فنان ما قالش ان هو ما تعرضش للموقف ده، وزي ما ياسمين قالت ان الناس بتبقى قاعده ورا شاشه. بس بالافعال اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي، وان في احكام قضائيه ضد الموضوع ده، هيبتدي الموضوع ما يبقاش من ورا شاشه بقى، واي حد بيتجاوز في حق اي حد دون وجه حق هيكون في حكم ضده وحكم قضائي، مش حاجه في المطلق كده. فيعني الموضوع ان شاء الله هيكون بالظبط. لا خلاص، يعني بقى في دلوقتي كمان يعني قوانين كتير ضد التنمر واحكام كبيره قوي على لما حد يعني يتطول او يعني فاهمه يتجاوز على حد. يعني اكيد انت نفسك بيجيلك على السوشيال ميديا بتاعتك مسجز اوقات مش لطيفه، يعني أوقات. انا احيانا غير مبرره بالمره بالظبط. يعني ممكن اقرا الكومنتس او اقرا مثلا مسج ببقى قاعده ايه ده؟ ليه طيب؟ يعني ليه؟ انا عملت ايه؟ يعني مين وليه وفين؟ وممكن تبقى حاجه من وحي خيال اللي قدامك. هو في ناس برضو بتبقى، مش كده بقول لك، دايما الناس اللي شويه معروفه او مشهوره او فنانين او اعلاميين بيتعرضوا للكلام ده، بس ده في الحقيقه هو دون وجه